مساكم الله بالخير، حياكم الله في رحلة جديدة. راح ناخذكم إن شاء الله في جولة في قرى الشمال الإيطالي. توجهين إن شاء الله الآن إلى قرية برايس. وصلنا لهذه القرية الجميلة. هذا فندقنا، وهذا الشارع الخلفي للفندق. دخلنا هذه الغرفة. صبحكم الله بالخير جميعا. هذا افطار الفندق. اليوم ان شاء الله راح ناخذكم في جولة في قرية برايس، وايضا في القرى المجاورة في اقليم تيرول. طبعا اقليم تيرول مقسوم بين النمسا وبين ايطاليا. قرية برايس واحدة من أجمل قرى الشمال الإيطالي، تقع في سفوح جبال الدولميت اللي هي أصلا جزء من سلسلة جبال الألب الشهيرة. وتتميز القرية بوجود بحيرة جبلية خلابة تتمتع بشهرة كبيرة في الشمال الإيطالي، وهي بحيرة برايس، تقع قريبة جدا من وسط القرية. إلى قرية جديدة من قرى الشمال الإيطالي، قرية أورتسي. وصلنا إلى أورتسي. هذه القرية من أجمل قرى الشمال الإيطالي، تسمى بجوهرة الشمال الإيطالي. طبعا هذه القرية قريبة جدا من مدينة بوليزانو، وتعتبر أكثر بلدة جذبا للسياح العرب في الشمال الإيطالي. إلى قرية سانتا مادالينا، طبعا هي قريبة جدا من قرية أورتسي، تقريبا نص ساعة. وصلنا إلى قرية سانتا مادالينا. تعال ناخذكم في جولة مصورة لهذا القرية. هذه القرية فيها أجمل إطلالة على جبال الدولميت، قرية سانتا مادالينا.